أحلى 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 مساء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة سراييفو البوسنية، وهذه المدينة التركية البارشارجية. اليوم الأربعاء تاريخ 6/9/2017، درجة الحرارة حاليا 13، الساعة 8 مساء. هذا المول للمستثمر السعودي الشدي، سراييفو سيتي سنتر، مول جميل بصراحة، بس ينقصه هو مسوي مبنى مكاتب، يا ليت مسوي اوتيل فندق، لو مسوي معاه ملحق فندق كان بتكمل السالفة، مع ان في مجال انه يبني. التقاطات فندق هوليدي ان، ما انصح حد يجي، هذا الاصفر سيء جدا، غرف سيئة وقديم جدا، قديم يعني بقى. انا اقتريت فيه، سكنته مرة من المرات. التقاطات من السيتي سنتر قبل الذهاب الى المطار، هذا لازم تبدأ، لازم يتبدل قبل الحرب العالمية الثانية هالترام شغالين الحين. وفي رواية تقول، ان اول ترام اشتغل في العالم اشتغل فيها المدينة هاي، ما ادري بعد الرواية صحيح ولا. لما تذكرت ان العثمانيين هني يعني ها يعني تصديق نوعا ما. التقاطات، هذا السنتر من الداخل، والله لو معاها فندق، هذا لو هل السنتر معاها فندق عشان تكملت. التقاطة من داخل سراييفو سيتي سنتر، ومثل ما أقول لكم هذا السنتر بس ناقصنا أوتيل، يكون الأوتيل طويل وزجاجي، يا رباه يكون منظرة بانورامي، يا الله بس توصل الكلمة هاي حق مالك، إلا مالك السنتر ويلبي لنا هالطلب بس، مع العلم إن في أرض جنبه فاضية. جامعة الفنون، وهذا الجسر التشكيلي اللي أمامها، هذا النهر طبعا اللي مر فيه سراييفو، بالاتجاه من سراييفو سيتي سنتر إلى المدينة القديمة. أنا متجه إلى المدينة القديمة. عندنا من البلدية الأصفر، نواصل تصويرنا. هذا الجسر التشكيلي، تسلم يد الفنان اللي سواه. نهاية شارع التسوق، نهاية شارع التسوق، ندخل على المدينة التركية، المدينة القديمة البار شارجيا، والله لين اليوم ما يت على لساني. طبعا الكلمات التركية صعبة جدا. نعم البلد تصلح يا اخوان، وكل اكثركم عارف يعني، خصوصا للعوائل المحافظة، بس ان الواحد يولي ينتقي السكن، وين بيسكن؟ ما تسكنون، لا تسكنون اي مكان، شغل فندقية المحروسة يا اخوان افضل شيء. هذا شارع التسوق المؤدي من سراييفو سيتي سنتر
إلى المدينة القديمة، وهذه الكنيسة المعروفة مشهورة في نص الطريق. نواصل، هذا شارع تجاري طبعا، محلات مطاعم لين المدينة القديمة. البار شازيا ماتي، يعني 5 ساعات وانا جالس اتحفظ الاسم وما يت على الاسم، ما يت على لساني. اللي يسأل عن النغاب عادي هني، واللي يسأل امن. يا جماعة، اي بلد فيها فقر فيها جريمة، بس حرصوا يوم تهون البوسنة لا تسكنون اي مكان، اسكنوا مثلا شغف فندقية فيها ريزبشن تحت، فيها مو بتسكنون تسترخصون المكان، تجرون فيلا خارج سراييفو على اساس ان السعر رخيص، وما يعني الواحد ياخذ حذره وما يجي تجيبون مبالغ كبيره كاش وياكم. كم من الناس اللي انسرقوا بسبتها للحاله هاي، الحين تستعمل فيزا والاي تي ام ماشين في كل مكان شغال. نواصل المدينه القديمه سراييفو. في فكرة يا اخوان، اللي يفكر يجي البوسنة يدخل معاها كرواتيا، يضرب عصفورين بحجر، لكن يعني من الافضل ان مثلا ينزل مثلا البوسنة ويخلص منها وبعدين ينتقل الى كرواتيا، ويكون خطة رجعته من زقرب يرجع لبلاده افضل. لكن ممكن انك ترجع مرة ثانية، ليش؟ لان فيه هنا نقاط حدودية، يسوي خروج ويسوي دخول من البوسنة، دخول إلى كرواتيا، وبعدين إذا كنت بترجع من البوسنة نفس الشيء، سوي خروج من هناك. هالشكل، هاي المشكلة، بس ما في حدود مفتوحة، يعني هاي مشكلتها الوحيدة. لكن كرواتيا جميلة، واللي عزم يروح كرواتيا يقول لي، بس بقول له بالضبط وين يروح. أحلى مساء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة سراييفو البوسنية. وهذه هي المدينة التركية البارشارجية. اليوم الأربعاء، تاريخ 6/9/2017، درجة الحرارة حاليا 13، الساعة 8 مساء. هذا طبعا أشهر مكان في المدينة القديمة، هذا شعار سراييفو. البوسنيين مشهورين بالخزفيات كثير، الشغلات هاي الخزفية. التقاطة ثانية من المدينة القديمة، هذا فندق آرت وفندق يوروب. الكسول مو يبقى في نص المدينة، أي هني أي فيها الفندق هذا، مو مقابل المدينة القديمة، لكن طبعا أصوات السيارات وأصوات. ما زلنا في سراييفو العاصمة البوسنية. نواصل شعلة الشهداء، نصب
يخلونك تصور مليون واحد. نواصل تصويرنا. هذا مركز بي بي قديم جدا، هذا قبل الحرب. نواصل. هذا الشارع طبعا محاذي لشارع البحر، شارع النهر قصدي. بعض الكوفيات والمطاعم اللي في مدينة منطقة أليجا سراييفو البوسنة. شارع المشاة. منطقة أليجا. طبعا هاي يسمونها سراييفو الجديدة. وتبعد مثل ما قلنا لكم 12 كيلومتر عن المدينة القديمة سراييفو. هذه المدينة التركية يسمونها. طبعا ما تخلى من العوائل العربية الحين بعد انها اكثر، كل العالم ردوا. من ضمن المطاعم في منطقة أليجا هذا مطعم دبي، لان عنده رز. هذا المطعم من الداخل في الزاوية، في زاوية الشارع، اول شارع المشاة. وهذا البرياني بنطعمه وبنقول لكم بعدين شو برياني. برياني اللحم. هذا فندق هوليود وفندق هيلز والأحواض بينهم أحواض سباحة. طبعا فري للي يسكن ومجانا للساكنين وغير مجاني للغير ساكنين. تدفعون مبلغ للسباحة. في هذا مطعم التركي وبعدين مطعم البوسني على النهر، بس للأسف النهر هم يرمون فيه كرمكم الله المجاري. طريق إلى العربة من منطقة أليجا في الاتجاه إلى حديقة فريلي وبوسنة. هذا الطريق وديكم لين العربة اللي تاخذكم لين هناك. طبعا تقدرون توصلون بالسيارة طريق محلاته. طبعا هذه من أليجا الى حديقة فريليو بوسنة. هذه اعلى طريقة للوصول الى الحديقة. طريق الواحد الونوية 15 مارك، يعني تقريبا 35 درهم، 34 درهم إماراتي. هذه حديقة فريليو بوسنة والمتنفس الوحيد لأهل سراييفو. أفضل مكان الدخول 2 مارك، يعني تقريبا 4 ريال ونص 5 ريال للشخص الواحد. وهذه طب ينبع منها نهر البوسنة في الداخل. في الداخل هني يا كوفي مميز.
نواصل معكم. الحين بيظهر من الوقت. نواصل تصويرنا. ما زلنا في البار شارجية، كلها طبعا نشوف مطاعم، قهاوي، بقالات، تبغى تشتري أشياء أثرية، أشياء تذكارات. طبعا لنا زيارة من قبل لها وتصوير مصورنها من قبل، ما كان الجديد حب الشديد على المكان. ظلم علينا الليل. نواصل تصويرنا. سراييفو القديمة. طبعا هالمكان يبعد 12 كيلو عن أليجا. التقاط السوق القديم اللي جنب المسجد، هاي تقريبا أقدم سوق هني في سراييفو. هذا السوق، هذا الأتراك أول ما بنوا المسجد بنوا هالمكان هذا، لازم يسمون الأسواق جنب المسجد دائما. محلات صغيرة على اليمين وعلى اليسار. هذه القهاوي الساعة 9 في الليل، مطاعم وقهاوي على كيف كيفك. شاورما وفلافل. حياكم الله ومساكم. هذا فندق هيلز ريزورت اند سبا، 3 أيام، 1400 درهم إماراتي مع الإفطار. غرفة كبيرة جدا، ديلوكس. فندق هيلز، أحط لكم اسمه، قريب من المطار. طبعا في منطقة أليجا، أليجا تبعد عن سراييفو القديمة، المدينة القديمة، 12 كيلو. منطقة أليجا اللي فيها فندق هوليود، فندق هيلز. طبعا بس هذا أرقى عن فندق هيلز، أرقى عن فندق هوليود. تشوفون بعدين حيضانة، في أحواض خارجية داخلية، أحواض سباحة. الفندق ما عليه كلام طبعا، 5 نجوم، ويستاهل. غرفة كبيرة جدا، الشاي والقهوة. صبحكم الله بالخير ويوه الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بننطلق جولة سياحية، لكن أنا حبيت أصور لكم الأحواض قبل، يعني قبل الإفطار. هاي أحواض للناس العاديين ولسكان الفندق. للناس العاديين يدفعون فلوس عشان يدخلون يستفيدون من هالأماكن هاي، لسكان الفنادق هوليود وهيلز فري. وللعلم ان هيلز 5 نجوم وهوليود 4 نجوم. هذا فيه حيضان داخلية، يعني سواء برد ولا مو برد فيه أحواض داخلية. هذا مطاعم، كارت صغير، وهاي اللي عنده أطفال لا يطوف هالمكان هذا. حط أطفالك هني مع الخدامة وروح حوض، شوف الشلالات ورجع. ولا بيشبعون، خص عيال الخليج نحن عارفينهم، من شاف الحوض وزلاقيات وهذا لا.
وهذه الحواضر الداخلية، مكان درجة الحرارة فيه فوق العشرينات. نتصور مرة ثانية، أنا متعمد هاي الصبح عشان شوفوا المكان خالي، بعدهم ماي الشياطين، في جاكوزي، فيه سبا، فيه مساج، كل شيء موجود. بنروح في أحواض ساخنة، ماي ساخن في الخارج، ودرجة الحرارة في حدود 30. يعني لو كان سنو ثلج في الخارج ما عندك مشكلة. وطبعا تدخل هالمكان بالبطاقة مال الأوتيل، بالبطاقة مال الباب مال الغرفة، تدخل المكان هذا. هاي تقدر تسبح من هني وتطلع للخارج. هذه حيضان ساخنة في الخارج، ماء دافي. تلاحظون تلاحظون الدخان، البخار اللي يطلع منه. صراحة مكان روعة خصوصا للأطفال. هذا بوفيه الأفطار، عندك خيارات متعددة في البوفيه، ما شاء الله كبير ويعني ممتاز. وهذه السارة، إن بغيت تفطر هني، إن بغيت تفطر تحت المظلة هاي، عندك خيارات كبيرة هني، علي كيفك. المطعم المشهور بين موستار والعاصمة سراييفو في نص الطريق، النبع الأزرق. طبعا هذا هاي تاريخه من الستينات. في هاي الإطلالة، إطلالة المطعم. وهذا المشهور بهال أكثر المطاعم بالطريقة هاي يا إخوان. في الطريق كذا مطعم، لكن هذا أشهرهم طبعا. طلبت أنا كيلو لحم. الجلسات الخارجية، طبعا في جلسات خارجية وفي جلسات على النهر، على كيفك وين تبغي تجلس. الواي فاي متوفر في هالمطعم. هاي الطباطة من هاي اللحم مال المطعم، مطعم النبع الأزرق اللي مثل ما أقول لكم على طريق موستار سراييفو في النص، ومشهور بهالإطلالة، الإطلالة البانورامية. طباطة في الطريق قبل الوصول لمدينة موستار البوسنية، طريق من سراييفو إلى موستار، المسافة 100 كيلومتر. ومن موستار إلى التكية العثمانية بلجاي 12 كيلومتر، مع العلم أن موستار فيها مطار وشلالات، شلالات سكافساس، والله حتى نسيت اسمهم تقريبا. بعد موستار، جنوبي موستار، كأنك رايح البحر الأدرياتيكي 30-35 كيلو. مطار سراييفو، مطار صغير متواضع، صالة الخروج فيها بوابتين على اليسار بوابتين على اليمين، مطار صغير جدا، 50-60-70 متر في 10 متر. فلاي دبي، سجل الحضور وعلى وشك الإغلاء إلى دبي، ولنا إن شاء الله رحلات ثانية. اسمحوا لنا، تراني ما صورت وايد بسبت النياي، يعني اكثر اوقاتنا في عشان استلام الفيلا وكذا، فما كانت عندي الفرصه. لو كانت عندي الفرصه تعرفون انا اللي قدرت عليه صورت، والسموحه منكم، ومشكورين على الكلمات الحلوه اللي توصلني منكم، والسموحه للناس اللي ما رديت عليهم، السموحه منكم يا اخواني، تحياتي. مطار سراييفو، مطار صغير متواضع، صالة الخروج فيها بوابتين على اليسار بوابتين على اليمين،
مطار صغير جدا، 50-60-70 متر في 10 متر. فلاي دبي سجل الحضور وعلى وشك الإغلاء إلى دبي، ولنا إن شاء الله رحلات ثانية. اسمحوا لنا، تراني ما صورت وايد بسبت النياي، يعني أكثر أوقاتنا في عشان استلام الفيلا وكذا، فما كانت عندي الفرصة. لو كانت عندي الفرصة تعرفوني أنا اللي قدرت عليه صورت، والسموحة منكم، ومشكورين على الكلمات الحلوة اللي توصلني منكم، والسموحة للناس اللي ما رديت عليهم، السموحة منكم يا إخواني، تحياتي.